طيب بص، انا عايزين نوضح يا جماعه المشكله. المشكله ان احنا اول حاجه في التدبر ان انا بحدد الهدف. الخطوه الثانيه ان انا بحثير اسئله حواليه عن طريق ان انا بقرا الصوره اكثر من مره ثم ببدا اسال اسئله عليها. والموضوع ده بيبقى زي عصف ذهني، يعني انا كل بقرا وبحاول ان استخرج اسئله وبكتبها وبكرر القراءه وكده. وقلنا ان احنا ما بنحاولش نجيب على الاسئله ليه؟ لأن أنا عايز أنمي ملكة السؤال وملكة التفكير والتعايش مع الصورة. فدي أول خطوة في التدبر، واتفقنا إن إحنا مش هنجاوب الأسئلة دي. طيب لكن أنا بعد ما أنمي المهارة دي محتاج إن أنا هبدأ أجاوب، يعني إن أنا عايز أستخرج بقى الهدايات اللي موجودة ديت، وإن أنا أبدأ إن أنا أحاول أشوف أستخرج من الهدايات دي تبقى أعمال أعمل، وكمان هحاسب نفسي على الأعمال دي. فبالتالي إن أنا كده بتعايش مع القرآن وبتعلمه وبعمل به، فبحاول إن أنا أكون يعني من الذين يعني من أهل هذا الكتاب يعني. فالنقطة دي نقطة هي ده أساس الدورة. فلو مفيش حاجة، لو مش مفهومة نكمل عليها، يعني نشوف إيه اللي مش مفهوم فيها ونعملها. من المرة اللي فاتت حاولنا إن إحنا نعملها عملي وإحنا موجودين، يعني قعدنا نتكلم على الهدف وصياغة الهدف مع بعض، والمفترض إن كل واحد خرج بالهدف بتاعه كان كاتبه وكان هيثير أسئلة حوالين الهدف. طيب أنا هسأل الناس اللي هي بعتت، يعني ممكن هبعت الأستاذ بشار اللي هو مشكورا بعت الهدف والأسئلة. أنا بس عايز أسأل، هو أنت قرأت الصورة كام مرة وكتبت بعد كام مرة؟ عشان أشجع الناس التانية إنها تبدأ تشوف موضوع التمرين دوت وتشوف المشاكل اللي قابلته. فممكن الأستاذ بشار يشارك معانا؟ اتفضل معك المهندس بشار. اتفضل يا شنطة. السلام عليكم، جزاك الله كل وعليكم خير. السلام ورحمة الله. خلينا بقى نتعايش مع التجربة اللي انت عملتها عشان احنا نتعلم. احنا قلنا يا جماعة ان البرنامج ده تدريب، فانا مش هلقي محاضرة والناس تستمع عشان تستفيدوا، يعني ان في الاخر ان احنا كل واحد في نهاية الدورة دي او حتى بعد الحلقة اللي احنا فيها بيمسك المصحف وعايز يطبق اللي احنا اتعلمناه يعني. بس فانا عايز اشوف حضرتك هتقول لنا التجربة بتاعتك ونتعايش معاها ونشوف ازاي ممكن نخليها افضل كمان. فتفضل. انا سامع. تماما دكتور حسان. هلا بالحقيقه الفاتحه، سوره الفاتحه هي موجوده معنا باستمرار، يعني بكل صلاه، بكل مناسبه، بكل بحياتنا بشكل يومي، يعني ما هي مرتبطه به. فهي كانت تكرار بشكل يومي او بشكل حتى ساعي. فحبيت كثير انه اتدبر بهالصوره اللي انت طرحتها حضرتك. فكانت أنا بالنسبة لي هدفي فيها هي الهداية للصراط المستقيم، وهذا الهدف اللي أنا حطيته عندك بالتاسك اللي بعتناه، التاسك الثاني. انت حطيت الهدف هو الهداية للصراط المستقيم، لأن الصوت قطع مني، انت قلت صح كده؟ الصوت قطع ورجع، فانت تمام قلت مظبوط، هدفك هو الهداية إلى الصراط المستقيم. تماما هدف مركز وممتاز جدا. بدأت تثير أسئلة حوالين الصورة. تمام. تماما طبعا نتيجة التكرار هي مثل ما تفضلت، مثل ما قلت لك سابق، انه هي سورة الفاتحة موجودة بكل صلاة وهي بشكل يومي معانا. فكان الأسئلة اللي أسرتها أنا انه كيفية الهداية إلى الصراط المستقيم، هاي أول سؤال، انه كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم. طبعا هي التدبر، التمعن، القراءة بشكل مثل ما تفضلت حضرتك المحاضرة الماضية، انه الانسان يوم اللي بيقرأ الآية وبيتدبر فيها او بيقرأها بشكل ترتيل الآية وبشكل تأني بالآية، فبيستخلص بصراحة عبر كتير فيها، غير انه يمر عليها مرور الكرام. يعني مثل ما نحن بنقرأ سورة الفاتحة انه الحمد طب لله رب معلش انا العالمين هقطعك، الرحمن. هل ممكن ان انا اشارك الاسئله بس اذنك اشارك الاسئله اللي انت كاتبها؟ ايه تفضل تفضل، موافق؟ بجوز انا النت، بجوز النت عندي ضعيف. تفضل تفضل. تمام. طب دي الاسئله اللي الباشمهندس بشار عملها، انا بس عشان يبقى هو الموضوع معاه وان احنا نستفيد، يعني ده من وقت ده كده احنا بدأنا التدريب والمحاضره فعلا بتاعت النهارده، يعني هو ده المخطط. فاتفضل عشان نكمل.
نعم دكتور حسان، كمل معك. تفضل. طبعا هو السؤال الثاني هو اللي سارت الأسئلة حول الصورة، انه كان كيف اهتدي الى الصراط المستقيم. هذا اول سؤال بالحقيقة هو تبادر لذهني اول ما تمعنت بالآية بشكل عميق، يعني انه كيف اهتدي الى الصراط المستقيم. السؤال الثاني هو كيف أكون من الذين أنعم الله عليهم؟ لأن نحن بالسورة إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فكيف نكون من الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط المستقيم؟ معي دكتور حسان؟ معك، تفضل كمل. فهذا هدول الأسئلة هني أول أسئلة دغري تبادروا لذهني بشكل قراءة أولي. وعند التكرار بالقراءة مثل ما تفضلت حضرتك أنه لازم نحن نكرر الصورة كذا مرة، يعني لفت كمان السؤال الرابع اللي هو من الذين أنعم الله عليهم، من هم المغضوب عليهم، من هم الضالين. هاي بآخر الصورة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهني في ثلاث أنواع. فأنا كنت طبعا نحن بنعرفها اوريدي يعني بالتفاسير واللي بيراجع واللي كذا، بس هاي الاسئله اللي تبادرت لذهني بالسؤال الرابع، من هم الذين انعم الله عليهم، من هم المغضوب عليهم، من هم الضالين. وفي السؤال اللي هو السؤال اللي خارج الموضوع، انه هل يكفي الاخلاص في النيه اثناء قراءه سوره الفاتحه لنهتدي الى الصراط المستقيم؟ يعني نحن اذا قرانا سوره الفاتحه بنية سليمة هي بتكفي انه يهتدي الواحد للصراط المستقيم؟ فبالحقيقة هاي الأسئلة اللي انا طيب، جزاك الله خيرا. هو ده وإياكم. ممتاز جدا. هي الفكرة زي ما انت قلت، انت سألت أسئلة مركزة وممكن يعني ان شاء الله يعني بالمثابرة عليها توصلك بالمثابرة والبحث. يعني هي الفكرة إن إحنا اخترنا طبعا سورة الفاتحة عشان إحنا عايزين سورة زي ما أنت قلت، إن دي أنت ممكن وأنت ماشي وأنت صاحي وأنت نايم، يعني طالما بتفكر في الأسئلة اللي فيها هتثير أسئلة حواليك، فقلنا إن ده هيبقى أسهل في التطبيق يعني. وغير إن إحنا قلنا برضو إن إحنا لو حاولنا إن إحنا نركز في السورة أثناء الصلاة نفسها، إن بنتوقف عند الآيات وبنفكر فيها، ده ممكن يعني يخلي الخشوع عندنا تزيد أكتر قليل. هو الفكرة إن إحنا ممكن يعني، هو اللي أنا كنت بقى بطمح فيه إن الأسئلة دي نفسها إن إحنا نثير كمان حواليها أسئلة. يعني ممكن السؤال الرابع ده ممتاز جدا، بس السؤال الرابع ده ممكن بقى يتعمل فيه أبحاث، يعني لان احنا في مبدا من المبادئ اللي احنا هنقولها، ان احنا قلنا ان احنا مثلا لا ندخل على القران بافكار مسبقه. يعني ايه؟ انت قلت ان دول احنا عارفينهم، ده صح، بس انا لو قلت خلاص دول الذين انعم الله عليهم كذا مثلا مؤمنين والموضوع كذا وده خلاص كده الموضوع بالنسبه لي انتهى، لكن احنا كل نقطه من دي هنبحث فيها في القران الكريم. يعني من الذين انعم الله عليهم، يعني هنجيب بعد كده أنعم الله عليهم ونشوف نبحث يعني في الآيات من الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، من الذين غضب عليهم، ناخد بقى الكلمة ومصدرها ونبحث مثلا في غضب، تمام، ونشوف من هم ولماذا غضب الله عليهم وإمتى ربنا بيغضب على عباده، ومن هم الضالين وكيف بيضلوا. ده اللي احنا بعد كده عايزين نوصل له، ان انا الايه نفسها بقى انا بثير حواليها اسئله، وبحاول ان انا من القران عن طريق التعايش بقدر اعرف امتى يغضب الله على عبده، ف يعني اهرب من هذا الغضب، يعني لا اقع في هذا الغضب، اتجنب هذا الغضب. نفس الحكايه، متى يضل العبد وكيف يضل ولماذا وما عاقبه ذلك، كل دي أسئلة إحنا بنحاول نعملها. لكن أنا لو قلت إن المغضوب عليهم مثلا هم كذا اليهود مثلا والضالين مثلا هم النصارى، كده خلاص الموضوع بالنسبة لي خلص. طب هل أصلا أنا ممكن أبقى مغضوب عليهم أو من الضالين؟
أكيد في حاجات بترجع الله يغضب حتى على المؤمن يعني إذا لم يتوب، فهي دي النقطة. وفي بعض التفاسير مثلا زي تفسير السعدي، لا ما قصرش على اليهود، قال لك ومن مثلا فعل مثلهم، فهي دي النقاط اللي احنا بنحاول نسيرها. الهداية برضه على الصراط المستقيم، يعني هل هو زي ما احنا قلنا الأسئلة اللي احنا بنحاول نسيرها، يعني كيف أصل يعني أو كيف أهتدي، والفكرة هل الهداية ده محتاج استمرارية، محتاج عمل مستمر، هل ممكن إن أنا أهتدي وأنتكس وأهتدي فدي أسئلة بنحاول إن احنا نعملها ليه؟ عشان كل سؤال هسيره بعد كده هلاقي إن أنا ببحث فيه، فهذا البحث هيخليني أتعمق أكتر وأتعايش مع الآيات أكتر. فهتلاقي إن أنا لوحدي بدأ إن أنا بدل ما كنت بتدبر مثلا ربع ساعة مثلا، ممكن إن أنا لأ، إن في أمر أنا ببحث عنه بيقتضي مني وقت أكتر، وبحس بمتعة فيه، وبحس إن أنا فعلا عايز أهتدي، فبالتالي الوقت اللي أنا مخصصه للتدبر هيزيد بعد كده. هل دي وصلت تشنج؟ تمام دكتور، تمام. فالأسئلة ممتازة جدا، بس أنا شايف إن الأسئلة نفسها ممكن تجيب أسئلة. برضو أنا عرضت الأسئلة بتاعت حضرتك، لأن هو إحنا قلنا من الحاجات اللي بنعملها في التدبر اللي هو مجالس، يعني أنت بتقول أسئلتك وأنا ممكن أبني على أسئلتك والأفكار هكذا يعني. وزي ما إحنا قلنا إن إحنا عشان مش بنجاوب حاليا، فبالتالي إن ده زي عصف ذهني، أفكار بتولد أفكار، بقى في تعايش مع الصورة اللي احنا حافظينها، فبالتالي هنخرج من الجلسة دي. انت ممكن لو سألت 10 أسئلة مثلا، او يعني هنقول ان هم يعني 10 مثلا، ممكن نخرج من الجلسة دي بالتدرج الجماعي ان هم ممكن يوصلوا 100 سؤال. ف100 سؤال انت كده تقريبا رسمت اطار للموضوع بتفاصيل كتيرة فيه، فبالتالي هتلاقيك ان انت بقى بتحاول تربط، وده اللي احنا عايزين نعمله، بقية السور بسورة الفاتحة اللي هي ام الكتاب، عشان برضو كده احنا اخترنا سورة الفاتحة ان هي ام الكتاب. هتلاقي ان انت كل سورة بتقرأها، طب هي الآية دي توصلني للهدف ده؟ اه، طب انا عشان كاتب هدفي هو الهداية للصراط المستقيم، فانا اي حاجة او اي عمل او اي فعل او اي صفة توصلني ليه انا هدونها في المذكرة بتاعتي، واحاول ان انا التزم بيها مع الوقت. لا انا حاسب نفسي، هو انا عملت العمل ده عشان اصل ولا ما عملتش؟ طب هل ان انا ممكن احط له تارجت، ممكن احط له زمن؟ ما هو الهدف انت بتحط له وقت لتنفيذه، هتبدا بعد كده بدل ما كان الهدف عام كده انا مش محدد له وقت، لا انا عايز اوصل لكذا في وقت كذا. هتلاقي ان الهدايه ليها سبل وطرق، بقسم الطرق وايه الطريق اللي بمشي فيه، وهتلاقيك ممكن بعد كده بتسارع في الخيرات. كل صفة حميدة او كل صفة امر الله سبحانه وتعالى توصلك للهدف ده هتلاقينا بنتسارع فيها، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. هتلاقينا مع الوقت ان شاء الله يعني بنرتقي في الموضوع، وهتلاقي ان احنا هنندم على ما لم نتدبره من قبل يعني. فجزاك الله خيرا. شكرا وإياكم، الله يعطيك العافية. شكرا. نتعلم مهارات التدبر، وقلنا إن إحنا قلنا بعض المهارات، بدأنا بتحديد الهدف، قلنا إن إحنا مهم إن إحنا نعرف الهدف، يعني أنا بدأت القراءة، إيه هدفي من القراءة؟ فقلنا وضع هدف ده يبقى حاجة هتفيدنا إن أنا أخرج بنتيجة كويسة، وقلنا تاني خطوة إن إحنا بنثير أسئلة. يعني إيه بنثير أسئلة؟ يعني أنا بقرأ السورة أو بقرأ الآية أكتر من مرة وببدأ أفكر في أسئلة، واتفقنا إن إحنا مش هنحاول نبحث عن إجابات دلوقتي، لأن الإجابات دي هتيجي في يعني كيف نجيب، ده من المهارات اللي هنتعلمها بعد كده. فالموضوع أشبه بعصف ذهني بنهدف ليه، إن إحنا نتعلم كيف نسأل، بعد ما نتعلم كيف نسأل هنتعلم كيف نستخلص إجابات لهذه الأسئلة. ده نعم باختصار. نعم، فأنا أسمعك بقى، اتفضل. نعم، هو من تدبر سورة الفاتحة ولله المثل الأعلى، إذا كتب أحد كتاب فبيوجز الهدف من الكتاب
في المقدمة، وتعلمنا عندما نقرأ كتب السادة العلماء حينما نقرأ المقدمة نفهم هدف المؤلف ولله المثل الأعلى وفحوى كتابه من المقدمة. وكان الأساتذة الأفاضل يعلموننا عندما نقرأ أي كتاب في كتب العلم الشرعي أو العلم الدنيوي نركز على المقدمة التي يبدأ بها المؤلف كتابه. فأنا بعتبر الفاتحة ولله المثل الأعلى هي فيها ملخص الكتاب القرآن الكريم بالكامل، ولذلك اختارها المولى عز وجل أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. لما؟ لأن فيها كل أهداف القرآن الكريم الملخصة في ثلاث نقط: العبادة أو الشريعة، والعقيدة، والسيرة. فسنجد العبادة في إياك نعبد، توحيد لله سبحانه وتعالى، وإياك هنا أسلوب حصر يفيد لا نعبد إلا أنت يا الله. فهنا في إياك نعبد وإياك نستعين فيها ملخص للعقيدة الإسلامية، وهي لا إله إلا الله. ونجد نعبد هنا الشريعة، فحينما يقول الإنسان إياك نعبد فسيسأل كيف نعبد، إذن هنا بقى فقه وصلاة ووضوء وزكاة، كيف نعبد الله، فهي دي ملخص الشريعة. وإياك نستعين، فأننا لا نستطيع أن نعبدك يا رب إلا إيه؟ بمعونتك. ندخل من باب الذل والانكسار إلى الله ونطلب منه أن يعيننا على عبادته. صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تدخل السيرة، سنبحث من الذين أنعم الله عليهم ومن الذين غضب عليهم ومن هم الضالون. هناك ثلاث فئات، ولذلك في أول سورة البقرة هو فسر الثلاث فئات، بدأ يقول إيه من الكافرين ومن المسلمين ومن الإيه المنافقين، صنف الناس في أول سورة البقرة على طول اللي هي التالية لسورة الفتح. إذن وجب علينا أن نعلم السيرة، سيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وسيرة الكفار زي فرعون وهامان وقارون. إذن الفتحة فيها ملخص، كل ما سيأتي في القرآن هو ملخص في الفتحة. ولذلك ركز أو أمرنا المولى عز وجل أن نقرأها في كل صلاة. وبدأت طبعا المقدمة ديت اللي هي مقدمة القرآن الكتاب السماوي هي الفاتحة، وشفرة الفاتحة مركزة كمان في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيها سر. اسمح لي اقطع، جزاك الله خيرا، عشان هو بس الوقت بتاعنا. هو ده ممتاز جدا، احنا اللي حضرتك عملته ده، احنا ده بنقول ده اسمه الفهم الاجمالي. احنا كده فهمنا المعنى الاجمالي للصورة، وبعد ما بنفهم هذا المعنى بنبدا ان احنا كده نقدر نستطيع ان احنا نقرأ. فاللي حضرتك عملته ده ممتاز جدا. احنا بقى عايزين نحوله الاسئله، ليه بقى؟ عشان انت حضرتك لو حولته انك تجعله اسئله، انت ستجد ان انت بعد كده المعلومات اللي انت بتقولها دي هتصل الى اضعاف مضاعفه ليها، واثناء البحث هتلاقي ان الصوره دي فعلا منطلق ليك ان انت يعني تتدبر القران الكريم كله. فده اللي احنا بنحاول، عشان كده احنا اخترنا بالذات سوره الفاتحه. فده ممتاز جدا. بس انا عايز حضرتك انت عملت ده، انت كده فاهم المعنى يعني ممتاز جدا، وما شاء الله وقارئ كويس جدا الموضوع. فانا عايز الكلام ده يتحول لاسئله، كل نقطه تمام. فيه تتحول لاسئله. بعد كده هنشوف ازاي ان احنا نحاول نصل باجابات تؤثر في يعني في القلب، وبالتالي تتاثر في الجوارح، فتبقى دي نقطه عمل، مش هيبقى مجرد احنا عايزين نحول الفهم ده لعمل لحضرتك وليا ولغيرك واللي معاه واللي سمعنا واللي مش سمعنا اللي حوالينا. احنا المفروض بعد ما هنتعلم هيبقى من برضو التمرين اللي نعملها هنعلم الناس الحلقة اللي حوالينا الموضوع ده. تمام؟ تمام. جزاك الله خيرا، ده ممتاز جدا. انا سعدت بالمقدمة دي. حاول بقى تحاول الكلام ده الاسئلة،
وهنبعت يعني التمرين المرة دي يبقى التاسك بتاع المرة اللي فاتت والتاسك بتاع المرة دي. شكرا يا شمس. تمام. طيب انا عايز بس هنخلي النقطة دي عايز بس ابدأ بيها اشير ليها عشان دي هنرجع لها تاني. في مستويات التدبر اللي احنا بنعرضها بشكل مختلف عن المرة اللي فاتت، انا عندي ممكن لفظ في الآية او كلمة بحاول ان انا اتدبر، او اسلوب للآية، سياق للآية، مجموعة من الآيات مش آية واحدة، ممكن أصل إلى الصورة كاملة. تمام. ممكن أبدأ في الصورة كاملة أتدبر في موضوع في الصورة أو موضوع القرآن الكريم كله، وهنشوف وهنعرف إيه المقصود بالكلام ده وأساليب القرآن أيوة عموما. تمام. لو فتح أحد فتح المايك بس يقفله يا جماعة. عايزين نضع الصورة دي بالنا واحنا بنتدبر ان احنا او احنا عايزين نصل لايه او ايه اللي هنتعرض ليه خلال مرحلة التدبر بتاعتنا، سواء يعني فردية وكل واحد فينا قاعد بيحاول ان هو يتدبر، او خلال الدورة او تدرج اجتماعي. فاحنا هنا في الصورة احنا فين في الكلام ده؟ احنا بعد ما فهمنا المعنى الاجمالي تمام بنحاول نثير أسئلة. الأسئلة دي هتقودنا لإيه بعد كده؟ إن إحنا هنجد إن في موضوعات في الصورة محتاجين نبحث عنها، في ألفاظ وكلمات محتاجين نبحث عنها. يعني لو قلنا إن هنقول إن الصراط المستقيم ده نعتبره إن هو لفظ أو يعني عبارة كده عايزين نبحث عنها عشان نقدر نوصل لها، فهنبحث عنها في خلال القرآن الكريم. نبحث عنها في سورة الفاتحة وسياق سورة الفاتحة. هل أصلا في الآيات اللي حوالين هذه الكلمة أو هذه العبارة تقدر توضح لنا جزء من المعنى نستفيد بيه؟ بعد كده نبدأ نبحث عن يعني عن العبارة دي كده، الصراط المستقيم في القرآن الكريم كله. ممكن بعد كده نحنا نحتاج إن احنا نقسمها، يعني ممكن نبحث عن الصراط لوحده والمستقيم لوحده ونشوف هل في رابط بينهم ولا لا، او ازاي نربط بينهم. ده عموما اللي احنا بنعمله في قناة التدبر. فعشان كده احنا ما بنثير اسئلة، بنبدأ كمان ازاي هنبحث عن اجابات للاسئلة دي. تمام. في الشاشة. أنا أحب بس هستأذن الأستاذة فريدة، هي موجودة، إن إحنا نعرض الأسئلة بتاعتها عشان يبقى إحنا برضو بنخلي الناس يعني تتأقلم على موضوع التمرين بتاع الأسئلة. هل تسمح لنا أستاذة؟ طيب شايفين الشاشة كده يا جماعة معايا؟ فالأستاذة فريدة جزاها الله خيرا، يعني هي من الناس اللي معانا بقالها أكتر من ساعة في التدبر، الناس المتميزة. فيقول الهدف الأول الذي سأعمل عليه أن أهتدي بالفاتحة ففيها طريق الهداية. تمام. سؤال الله وحده الهداية إلى الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله ورضوانه جل وعلا. أن أعرف الصراط المستقيم وكيف أصل إليه وكيف ألتزم به. يبقى هي عملت زي هدف رئيسي وأهداف موصلة لي، أو ممكن نقول إن هي صاغت الهدف بأكتر من معنى عشان ده ممكن يعني يخليها وهي بتبحث في تنوع عندها. بعد كده هي كتبت اهدنا الصراط المستقيم. هل الخط واضح ولا نكبره شوية؟ هي حاولت إنها كمان وهي بتقرأ إن تضع في كل أو في أكتر من أي هدف، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية عظيمة سأطبقها بإذن الله لتكون لي نظرات أهتدي به إلى الصراط المستقيم. فهي بدأت تبحث إيه اللي يبدأ يوصلها للصراط المستقيم،
برضو يا رب أريد الهداية، خذ بيدي ودلني على الطريق واهدني إلى الصراط المستقيم وثبتني عليه. وبدأ زي ما احنا قلنا أثناء إن من الحاجات اللي فتحت عليها في التدبر هو الدعاء، فهي بدأت تدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يهديها إلى هذا الصراط المستقيم، وبدأت تقول لنا هي إزاي أصلا بتحاول تصل لهدفها، فإنها كتبت الآية اللي هي اللي فيها الهدف وأهدافها اللي هو الوصول إلى الصراط المستقيم، ووضعتها أمامها، وبدأت الأسئلة حولها تستخرج هدايتها، تمام؟ وعملت حاجة رائعة بقى، إنها كمان عرضت نفسها على الآية. يعني إيه عرضت نفسها على الآية؟ الأفعال اللي أنا بعملها هل أصلا توصلني لده، أم إن أنا بخالفها، فمحتاج أعمل إيه؟ ما رسالة الله سبحانه وتعالى لي فيها؟ كيف سأتعايش معها، وكيف سأهتدي بها، كيف سأعمل بها ومن ثم أعلمها بإذن الله. فهي بدأت تتعايش مع الأسئلة ومع الهدف بتاعها، هي يعني من الواضح إنها بدأت تلخص لنا اللي هي عملته، لأن عشان التعايش ده هينتج عنه أسئلة كتير جدا. وبدأت تشوف لنا يعني أسئلة، تكتب لنا أسئلة إيه اللي هي تحاول نوصلها للهدف. ما شاء الله الأسئلة يعني كتير، ومع ذلك لا يعني ده ممكن يبقى فيه أسئلة أكتر من كده. فهنعرض بعض الأسئلة في التمرين، وبعد كده هنعمل زي خلاص إحنا كده عرضنا نموذجين من الأسئلة وعرضنا الهدف. فإحنا النهاردة برضو هنكمل على نفس الموضوع ده، عشان احنا لازم المرة الجاية العشر ناس اللي حضروا دول يكونوا وصلوا لنفس المستوى ده، عشان ننتقل لبعده ان احنا هنبحث بقى عن كل نقطة من دول. فمثلا ما هو أعظم طلب يطلبه المؤمن من رب؟ ما معنى الصراط؟ ما هو الصراط المستقيم الذي يجب علي أن أسأله من الله؟ لماذا وصف الصراط بالمستقيم؟ لماذا وصف الصراط بالاستقامة؟ لماذا جاءت كلمة الصراط معرفة؟ لماذا جاء طلب الهداية بعد من هذه الحمد؟ هل إفراد الله بالعبودية وصلني إلى الصراط المستقيم؟ وهكذا. أنا هسيب الأسئلة دقيقتين بصوا عليها، وحاولوا تفكروا في أسئلة. حاول التعايش مع الأسئلة، عشان يعني إحنا برضو يعني نستخرج أسئلة من الأسئلة، فنبني على الأسئلة دي بأسئلة أخرى. زي ما احنا شايفين، هو واضح ان الاسئلة دي مش من مرة واحدة في القراءة، يعني يمكن ولا يمكن حتى التمرين ده فقط. واضح ان هي الموضوع ده هي متمرسة فيه بقالها فترة، فبالتالي متعايشة معاه، فبتحاول توصل له فعلا. فحتى الأسئلة يعني هي بتسأل نفسها، يعني بتضع السؤال، وهل هي أصلا عملت بدأت تعمل كده ولا لأ؟ بتشوف الآية بتتكلم عن إيه مثلا، وبتعمل الدعاء، وبعد كده بتشوف بقى إزاي إنها زي ما الباشمهندس عادل يتكلم، طب إيه بقى السير بتاعت النبيين والصديقين والشهداء، وتتابع منهجهم. ونفس الحكاية في المغضوب عليهم ولا الضالين، هل أنا ماشي نفس وبتشبه بيهم ولا أنا بخالفهم؟ وبدأ تحاسب نفسها بقى، طب هل أنا فعلا أريد الهداية ولا دي مجرد أماني؟ إيه العوائق اللي موجودة؟ كيف تتغلب عليها؟
فزي ما احنا قلنا يا جماعة، اللي احنا عايزين نوصله يعني حاجة أشبه بكده، إن شاء الله تعملوا برضو حاجات أفضل من كده، والرسالة الفريدة نفسها تطور الكلام ده بحيث إن احنا نصل إلى ذلك يعني. هنا السؤال ده يعني، هل أصلا يعني هل إذا كنت على سبيل الاستقامة هل حصل توقف، ولا هو أنت ده طريق مستمر وبتسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنا هجعلك دائما عليه؟ يعني الفكرة إن هل هو ليه وصول ونهاية ولا في استمرار؟ هل أنت بتصل ليه لوحدك ولا محتاج مساعدة الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده هو إياك نعبد وإياك نستعين، ده هو ده دعاء ولا طلب، ولا يعني محتاجين نتعايش معاه؟ فجزاكم الله خيرا، أنا شايف إن التجربة يعني رائعة، ونكمل عليها وأنت كملي عليها، وهنكمل بقى على المنوال ده. إحنا بقينا يعني تقريبا ربع ساعة هنطبق على الكلام ده، لأن هو زي ما إحنا قلنا إحنا لغاية دلوقتي ما وصلناش للي إحنا عايزينه، من لغاية دلوقتي كده مجرد بدأنا نشوف يعني إيه أسئلة، لسه لغاية دلوقتي ما بدأناش نسأل. فإحنا الربع ساعة اللي باقية دي أو النص ساعة اللي باقية هتبقى الجزء العملي بتاع الموضوع ده، فهنحاول بناء على قراءة السورة وبناء على الأسئلة اللي إحنا سألناها مع بعض دي، هنحاول إن إحنا نسأل أسئلة. المرة اللي فاتت قعدنا نكتب الهدف ونصيبه، كل واحد كاتب الهدف بتاعه هيكتبه دلوقتي ونبدأ نصير أسئلة تانية. ماشي يا جماعة، هنبدأ كل واحد، احنا كده هنتكلم في 13 واحد، هيكتب الهدف بتاعنا بالترتيب، هو هدف واحد، ونبدأ نصير الأسئلة في الوقت المتوقع من الحلقة. تفضلوا، أنا بس عايز نتناقش في النقطة دي أو تكون في بالنا واحنا بنسأل الأسئلة. أنا عايز السؤال يكون الموقف أو الآية اللي أنا بمر عليها، عايز أحدد الموقف ما نصيبي من هذا الأمر. يعني أنا هذا الأمر هل هو أمر فالمفترض إن أنا أمتثل ليه، ولا أنا فعلا في العادة بمتثل لهذا الأمر؟ يعني أنا هل أنا من عادة الامتثال لهذا الأمر، ولا مثلا أخالفه أحيانا وأوافقه أحيانا أو أجاهد نفسي فيه؟ يعني مثلا لو قلنا يعني الغيبة مثلا، طيب في أمر باجتناب الغيبة، هل أنا أقع في الغيبة؟ طب هل أنا أجلس في مجالس فيها غيبة؟ طيب هل أنا بفعل هذا الأمر وأندم عليه وأحاول أتوب؟ طب إيه مثلا اللي بيخليني أقع في هذا الأمر بالرغم إن أنا يعني أريد اجتنابه؟ ده نموذج من الأسئلة اللي إحنا هنعملها، وإحنا يعني ممكن الصورة اللي هتبقى في المخطط بتاعنا قريبا يعني اللي هي صورة الحجرات، إن إحنا هنبقى فيها آداب إن إحنا عايزين نحاول إن إحنا منها إن إحنا نحاول نلتزم بيها، وفي نفس الوقت بنتدبر الصورة وفيها أفعال كتيرة جدا ممكن إن إحنا نحاول منها مع بعض. طيب بعد ما بحدد الموقف أنا عايز هيبقى نتيجة السؤال ده حصول الأثر، يعني سواء إن أنا بقى فعلا بقرأ عن هذا الأمر مباشرة أو أنا على استمرار فيه، يعني إذا وقعت بقى أبادر بالتوبة، إذا وقعت بقى أبادر بالتوبة. تمام، وعايز برضو نراجع مع بعض بصورة عامة اللي هي الصورة الكلية بتاعت اللي هي مستويات التدبر، عندي مستوى حرف، مستوى كلمة، مستوى آية، مستوى صورة، مستوى كتاب. الكلمة دي بتشمل مشتقاتها ونواقض الكلمة وكلمات في ذات المعنى وحل الكلمة معنى أم معاني وتتبع من موضوعات الصورة. عندي تحديد الهدف وسؤال الآيات، ولا أدخل على الأفكار بأفكار مسبقة، لأن زي ما إحنا قلنا إن أنا ممكن أدخل بأفكار مسبقة، هي ممكن تكون أفكار يعني هي أفكار حسنة مش أفكار سيئة، بس هي الفكرة إنها ممكن توقفني عن التدبر. يعني زي ما إحنا قلنا أنا لو أنا قلت إن المغضوب عليه هو مثلا اليهود وسكت،
كده خلاص انا اولا خرجت نفسي من الدائره دي، وبالتالي اصلا انا وقفت بحث وقلت الضالين هم مثلا النصارى وسكت كده خلاص. لكن هل اصلا كل من يقع، يعني لو بدات بقى اسال، طب هو كل، هل الفكره هم اليهود بس ولا كل من يعني سيفعل مثلهم؟ يعني هو لو امر انتهى وخلاص، طب هو ليه احنا بنكرره وبنتعبد قراءته؟ فدي نقطة. هل أصلا نحن وهو هنالي السيرة أصلا يعني والسنة النبوية الشريفة بتأيد إن هو إن إحنا في كثير منا سيقع في مواقع في اليهود والنصارى يعني. تمام. وهنقول في آخر إيه التمرين اللي هنضيفه على التمرين اللي فات اللي ما اتعملش. طيب، الأستاذ عادل كتب الهدف بتاعه وقال الهدف من التلاوة التعبد والتدبر والفهم، العمل بما فهمت والتحسن من السماع. ده كويس يا شنس، بس أنا عايز هدف يكون يعني هدف أنا هقدر أقيسه. فأنا الهدف ده هدف عظيم جدا وعام جدا، ممكن ده هدف حقيقي. إحنا عايزين، لأ إحنا هنعمل هدف مرحلي. تمام. فأنا عايز إن الهدف ده هدف مرحلي، أنا عايز أصل لنقطة معينة تكون موجودة في الصورة. يعني أنا بتكلم الهدف ده يكون مرتبط بصورة الفاتحة. واضح يا باشمهندس؟ طيب، الناس المرة اللي فاتت نكتب أهدافنا اللي كتبناها قبل كده، أظن إن إحنا ما نسيناهاش، بتنسوا اللي إحنا بنكتبه. وبستأذنكم إن إحنا هنشارك مع بعض في الأسئلة، وكمان هندخل التدبر على مستوى الكلمة معانا يعني في أثناء التمرين، إن إحنا يبقى إحنا طبقنا وأخدنا أثرنا نقطة جديدة هنفكر فيها وإحنا بنعمل التمرين القادم إن شاء الله. طيب، فنبقى هي كتبقى النفاق التعبدي بيني وبين خالق، هو ده الهدف اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت؟ بنفس اللي كنا وصلنا في الآخر إن هو كده. طب خلينا، انا حابب بس ان في ناس تشارك معايا صوت، فممكن اللي مستعد يشارك صوت على مباشرة يفتح المايك ويقول لي الهدف بتاعه، والناس اللي بتتحرج انها تتكلم تكتب الهدف بتاعه. محتاجين نتفاعل صوتيا شوية عشان يبقى احنا بننوع وسائل بتاعة الادراك بتاعتنا ووسائل التفاعل. انا هبدأ بشنو حسام عشان هو عشان برضو ايه هو كان مميز في المرة اللي فاتت في موضوع الهدف بتاعه، وعشان برضو هو بيشجعكم وما بيتكلم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا كان الهدف بتاعي يعني هو زيادة الخشوع في الصلاة والتنبه من الغفلة. تمام. عايز فين التمرين بتاعك بقى؟ ايه؟ فين التمرين بتاعك؟ ما انا عايز اشوف الأسئلة اللي انت سألتها. السؤال اللي انا سألتها ثانية واحدة. أعرضها بقى على الشاشة، كاتبها ولا مش كاتبها؟ لو مش كاتبها قولها. تمام. يعني أيوة، كبر كده. هو يعني انا كنت ماشي مع الصورة بشكل يعني، بس هو انا كنت عملت اكتر من حاجة وبعدين جمعت كل أسئلة لها يعني على حسب ترتيب الصورة يعني. ممتاز جدا. انا عايز التعايش اللي انت عامله ده انا عايز كده يعني، وعايز الناس اللي تعرض تتكلم كده. يعني انا اتفضل. بادئ مثلا اللي هي ايه، يعني الحمد لله رب العالمين، كيف احمد الله عز وجل حق الحمد. انت طيب كده مشيت آية آية بالترتيب صح كده؟ يعني كل لما يعني ماشي بالترتيب وبتكتب السؤال اللي بتجد. اللي بجده، وهو انا بس كنت عملت على اكتر من مره وبعدين جمعت بقى الايه كل حاجه جت في اكتر من مره، مثلا بالذات يعني مثلا دلوقتي مثلا في الصلاه بقى ساعات بقى ايه، وانا مثلا بقرا بيجي لي خاطره، فبعد الصلاه كنت بسجلها يعني. طب مثلا بأمانة، هل التمرين ده أصلا أثناء الصلاة فرق معاك في الصلاة وفي الخشوع ولا لأ؟ هو الصراحه في الصلاه انا بقيت بحس بالفترة عن الأول، وحاسس يعني أنا حتى الآن يعني أنا مثبت نفسي بالعافية إن أنا مش عايز أدور على الإجابات الصراحة يعني.
يعني انا عندي حماس عايز ادور وعايز ابحث وتخطيته في بعض الحاجات، يعني ايه حبيت اقرا فيها، بس حسيت كتير ان الرتابه ما عادتش موجوده، ده وكل ممتاز مره جدا. سؤال جديد في حاجه جديده، لا الصوره مليانه بس انا اللي ايه، انا اللي مش كنت واخد بالي، او انا ايه يعني، رغم ان صوره الفاتحه طبعا يعني هي يعني الجميل، انا واحد من الناس مثلا اي حاجه مثلا بسمعها كتير بمل منها، يعني انا الصراحه يعني مثلا احيانا كنت بقرا مثلا بعض ابيات الشعر او حاجه مثلا كانت بتستوقفني فتره، فمع كثره تكرارها بمل وبزهق، فالحقيقه انا استعجبت ان الشعور ده نفسه ما حصلش معايا في سوره الفاتحه، رغم ان انا مثلا ما كنتش بفكر فيها بشكل كبير، بس يعني ليه ما وصلتش مع سوره الفاتحه بالذات اللي انا مثلا بكررها في اليوم كتير لنفس النقطه، لكن الصراحه الشعور نفسه ان الصوره اللي انا كنت مثلا كنت باجي عليها كده وبجري، لا فيها حاجات، فيها نقط كان المفروض اقف عليها، فدي حاجه، يعني انا مثلا كان ممكن مثلا اكتر حاجه يعني الصراحه يعني بدات تركز معايا الاسئله كانت الهدف، يعني الاول انا لما كنت بعمل اسئله على الصوره كنت بعمل اسئله في العموم، يعني اكتر من حاجه، اكتر من سؤال، اكتر من مكان، فالصراحه يعني كانت الاسئله عامه، لكن لما حددت الهدف نفسه ان انا مثلا عايز ازود الخشوع في الصلاه وعايز اتنبه، الاسئله بدات تاخد مجرى تاني، او بدات اشوف الايات بشكل تاني، يمكن مثلا وانا مثلا في الورد اليومي بدات في حاجات من سوره الفاتحه مثلا وانا ماشي كده عماله تقابلني، فيعني نفسه يعني مثلا كلمه الصراط المستقيم او المستقيم او كلمه الضالين بقت مثلا وانا بقرا كده في الايات بقت تنبهني، ده في هنا كلمه الضالين اهي، في كلمه في مثلا اللي هي الحمد لله في بدايه بعض الصور، في مثلا وصف لعباد الله، بعض الايات مثلا بقت تجذبني فيهم كلمه الرحمن كلمه الرحيم، او كلمه الرحمن مثلا، فدي يعني كانت اكترهم يعني، فبدات يعني احاول ان انا ايه امشي على موضوع الاسئله، فمشيت فيها اللي هي اول حاجه اللي هي كيف احمد الله عز وجل حق الحمد، لان اكيد ان دي جايه في سوره الفاتحه اللي احنا بنكررها كتير، اكيد الحمد محتاج اعرف الحمد ده ايه، وازاي اوصل للحمد اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز ان انا اوصل له بالظبط، اثر الحمد ده نفسه على النفس، انا نفسي الحمد ده هيوصلني لفين، وبعدين بدات اسال عن يوم الدين، انا عايز اتنبه من الغفله، فانا اكيد يعني سوره الفاتحه دي اللي محطوطه لي بتكرار اكيد فيها حاجه اللي هي للغفله، فبدات اقول انا معلوماتي عن يوم الدين يوم القيامه هنقف كلنا هنبتدي مثلا نتسال مثلا عن الاعمال بتاعتنا او حاجه زي كده، لكن المشاهد نفسها مش متخيلها او مش عارف ترتيبها، فعايز ابحث اكتر عن يوم الدين، وازاي معرفتي بيوم الدين دي كل ما اقرا الصوره بقى تبتدي تراجعني في الغفله، يعني انا مثلا انا اكيد هحافظ ان شاء الله على الصلاه مثلا الخمس صلوات لازم اكون واثق، عايز الفاتحه نفسها تبقى زي منبه 5 مرات في اليوم بينبهني لحته ايه يوم الدين، طيب ايه اللي موجود فيه، ازاي اقدر ايه اتنبه لهذه الغفله، الاخلاص لله سبحانه وتعالى، اياك نعبد اللي هي كيف يتم، او ازاي اتاكد ان انا الاخلاص ده تم، او اي عمل بعمله في حياتي يكون فيه الاخلاص لله سبحانه وتعالى، الاستعانه بالله ازاي اقدر ان انا استعين بالله، وشروط استجابه الاستعانه والاستجابه للدعاء، الصراط المستقيم وكيف اصل الى الصراط المستقيم، ايه هي شروط الهدايه للصراط المستقيم، المهتدين كيف اعرف المهتدين، من الذين انعم الله عليهم وما هي النعم التي انعم الله عليهم بها، مين هم المغضوب عليهم، ازاي ما بقاش من المغضوب عليهم، ما غضب يعني غضب ربنا سبحانه وتعالى عايز اجعله من الاسباب مثلا ان انا عايز اشوف بشكل اكبر الغضب بتاع ربنا، ايه العاقبه بتاعته، ايه المثال اللي عليه، بحيث ان يكون المنبه لما اقرا اللي هي غير المغضوب عليهم اعرف المغضوب عليهم دول حصل فيهم ايه وكانت اعمالهم ايه، فممكن ده يديني شكل اكبر مع سوره الفاتحه برضو، يعني ايه كتعاش اكبر اللي هي كيف اتجنب غضب الله سبحانه وتعالى، ومن الضالين
وكيف لا اقوم من الضالين، وازاي اتنبه ان انا لو موجود من الضالين او المغضوب عليهم احاول ان انا اخرج من الموضوع ده، ازاي هقاوم الضلال او غضب الله عليا، استشعار عظمه المولى سبحانه وتعالى، والمعرفه بالله سبحانه وتعالى اللي هو المعرفه بالرحمن والمعرفه بالرحيم. يعني انا اكتشفت برضو ان انا المعلومات عن يعني المولى سبحانه وتعالى ضئيله، يعني محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تزيد، خصوصا على الرحمن والرحيم. في الاكيد ليها تنبيه خصوصا لكلمه الرحمن او الرحيم، خصوصا ان يعني انا من الحقيقه كنت سمعتها ان من الاسماء اللي المحرمه على العباد او الاسماء اللي هي اللي العباد ما ينفعش يتسموا بيها اتنين، الله وكلمه الرحمن، والرحمن اسم الرحمن. فاكيد الاسم المذكور اللي هو الرحمن او الرحيم محتاج ان انا اعرف اكتر عن المولى سبحانه وتعالى وعن صفاته بشكل اكبر، يعني سواء كان ده داخل مثلا البحث، سواء كان من ضوء سوره الفاتحه او في الحاجات اللي جايه. بس الصراحه يعني الموضوع نفسه بدا يحصل فيه الصراحه يعني في ربط بالنسبه للورد اليومي، في بعض الايات بدات اتوقف عليها شويه. فالصراحه يعني في حاله ان الايه نفسها بقت مش بتعدي كده، لا يعني في توقف، في اسئله بدات تبقى موجوده عندي، يعني مش بس في الفاتحه، لا في صور تانية. ويعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ده حاجه هحاول ان انا اواظب عليها بعد كده، وطبعا يعني اجابات الاسئله باذن الله. يعني مساكم الله خير. ممكن بقى تصغر الكلام شوية عشان أنا عايز أشوف الصفحة على بعضها عشان هنتناقش مع بعض شوية. تمام، صبر الخط. تمام كده، هو جزاك الله خيرا. هو بص، احنا انت بتلخص اللي احنا بنقوله حاليا. تمام كده؟ تمام كده. يعني هو دلوقتي انت زي ما انت بتقول ان انت اولا بقى في اثر، او اول حاجه احنا قطعنا الرتابه اللي احنا كنا عايشين فيها، ودي اول نقطه، ودي عشان كده ان احنا مركزين جدا على موضوع الاسئله، لان انا العادي بتاعي ان انا بقرا الصوره وبمر عليها سريعا، وانا يعني انت لو حسبت انت بتقرا الصوره قد ايه، ممكن انا اقول لك ممكن في أحيان الناس بتتجاوز الثانية بحاجة بسيطة يعني. فأنت لو توقفت، أنا بقرأ سورة الفاتحة في وقت قد إيه أثناء الصلاة؟ لو مش جماعة مثلا، يعني لو مفيش إمام أو صلاة سرية، أنت هتتفاجأ إن أنت كنت بتمر عليها كده وأكنها كلمة واحدة. فاللي إحنا بنحاول نعمله موضوع الأسئلة ده، إن إحنا بنقطع فعلا الرتاب ده، بنغير الطريقة اللي اعتدنا عليها، سواء انها كانت صحيحة او خاطئة. لو خاطئة احنا بنحاول نصلحها، لو صحيحة بنحاول ان احنا نحسنها. هي دي النقطة المحورية الاولانية. النقطة التانية زي ما انت قلت دلوقتي، انا لما بقى في هدف وبدأت اسأل في الاول، ان الاسئلة في الاخر يعني انا بسأل اسئلة كتير بس ممكن ما توصلنيش لحاجة، لا انا بقى في هدف وبدأت اسأل اسئلة حوالين الهدف وكتبتها، لقيت ان انا اثناء الورد اليومي بتاعي اصلا انا بدات اسال نفسي وبربط الصوره ببعضها. احنا قلنا ان انا عندي فيه تدبر على مستوى الكلمه، مثلا انا لقيت الصراط المستقيم في سوره الفاتحه، بقرا في صور تانية بدات الاقي سواء كلمه الصراط المستقيم او حاجه في معناها او حاجه توصل ليها، فبدات تثير ذهني. احنا لسه ما بداناش نجاوب، ولكن هي الاجابات هتبقى هنا، إجابتها هلاقيها في آيات أخرى بتكمل بعضها بعض. تمام، اللي هو هيبقى التدبر على مستوى الكلمة، التدبر على مستوى الآية، السياق، موضوعات الصورة. في المرحلة الأولانية إن إحنا بنقطع الرتابة أو العادة اللي هي اللي إحنا تعودنا عليها، اللي هي الإنسان ما يعني اللي هي منطقة الراحة اللي هو بيقول عليها، أنا في منطقة راحة فمش هخرج بجديد، لا أنا بحاول إن أنا أوسع دائرة التأثير بتاعتي. كان في دايرة تأثير، بحاول إن أنا أوسع الدايرة دي، بحاول إن أنا أقود العملية دي، إن أنا مش متلقي بس، أنا عايز أتفاعل مع الصورة، عايز الصورة تكلمني، أنا بكلم الله سبحانه وتعالى، عايز أحس إن الآية دي أو الآية دي نازلة عليا دلوقتي، يعني
انا مشتاق لهذه الايه، وفعلا انا محتاج لها، فعايز اتحرك في امر يحركني الى فعل. هو ده اللي احنا عايزين نحاول نعمله يعني. فدي اهميه الاسئله، اهميه الاسئله هتقطع الرتابه، هتبدا تحاول توصلني للهدف، هبدا احاسب نفسي عليها، هتخليني اتوقف عند كل ايه بقراها. هو ده ملخص اللي احنا عايزين نقوله. عشان كده التمرين ده احنا بنديله وقت. اللي جاي كله مترتب على الأسئلة. لما ببدأ أسأل الأسئلة، خصوصا الأسئلة اللي هي الصحيحة مش الصحيحة اللي هتوصلني للهدف، فهبدأ أجاوب من خلال ده. هبدأ أعرف إزاي أبحث، هبدأ أتدبر على مستوى الكلم، هبدأ أتدبر على مستوى الآية، هبدأ أبحث في الموضوع. يعني مثلا أنا موضوعي هبقى اللي أنا عايز أبحث عنه الصراط المستقيم، وده هيبقى تمرين المرة الجاية. تمرين المرة الجاية أنا هطلع كل الآيات اللي موجودة في القرآن اللي اتكلمت عن الصراط المستقيم، سواء ككلمة واحدة أو مشتقة، أو يعني أو صراطي، أو يعني المصدر بتاع الكلمة. الصراط المستقيم لوحده حاجة لها مرادف ليها، مشتقات ليها، تمام، بحيث إن أنا ده هجمعه وأكتبه في ملف وورد زي كده. ممكن بنبحث عن طريق تطبيق من تطبيقات الموبايل، ممكن في بعض ملفات الوورد بتبقى شاملة المصحف كله فببحث فيها، تمام. فده التمرين اللي جاي مع تمرين الأسئلة، اللي ما سألش الأسئلة، ومعلش اللي سأل الأسئلة برضو يعيد صياغتها تاني، أو يحاول هل هو ممكن يجيب أسئلة تانية ولا لأ، في ضوء اللي احنا اتكلمناه النهارده. شكرا يا باشمهندس، يعني وياريت تبعت لي الاسئله دي عشان انا عايز استفيد منها، عشان في اخر الدوره ان شاء الله نشوف انت وصلت الاجابات ولا لا. اتفقنا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ في اسئله كذا، ما الهدف من قراءه الصوره؟ الهدف من قراءه. طيب أستاذ صفاء مشكورة. هو احنا قلنا ان احنا الأسئلة دي احنا محتاجينها في التمرين، يعني احنا دي هتتبعت في التمرين لو انت مبعتش المرة اللي فاتت. تمرين المرة اللي فاتت ده هنبعته تاني، وهنضيف ليه بقى ان احنا هنبحث عن الصراط المستقيم في خلال القرآن، نجمع الآيات. فيا جماعة نكتب الآية كاملة، ما حدش يكتب لي رقم الآية، يكتب الآية كاملة، يكتب الآية كاملة، يعني الآية في سورة كذا وبنكتب الآية، تمام. أستاذ فندم سعد أنت رافع إيدك، كل ده من المرة اللي فاتت. أيوة اتفضل. أيوة يا فندم، هو السؤال المهم جدا إن إحنا إيه ليه بنقرأ الفاتحة أو ليه بنقرأ القرآن؟ القرآن فيه ميزة عن أي كتاب آخر، أنه يتعبد بتلاوته، يتعبد بتلاوته. يعني مجرد أن أنا أقرأ قبل التدبر ده باخد على كل حرف 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف ونون حرف. إذن بقرأ القرآن للتعبد ثم للتدبر ثم إيه للتنفيذ، للعمل به. يبقى تعبد تدبر عمل به. ثانيا اللي لفت نظري بقى الحاجة المهمة قوي في الفاتحة، سألت لماذا بسم الله الرحمن الرحيم لها رقم في 114 سورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها رقم، إنما هي افتتاحية للسورة، ولكن في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم هي أحد السبع المثاني أو أحد السبع آيات التي تتكون منها الفاتحة. ولنسأل الأسئلة من بداية بسم الله وليس من بداية الحمد لله رب العالمين. إذن أول سؤال زي ما قال الأخ الفاضل الكريم المهندس أحمد، هو بدأ بأسئلته بالحمد. أنا كنت عاوز أبدأ أسئلتي بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو علامات أو العلامات بتاعت الحروف، الحركات قصدي حركات الحروف، أقوى حركة فيها الفتحة، الفتح.
ثم الضم ثم الكسر ثم السكون. لماذا بدأ القرآن الكريم بالباء مكسورة؟ لم يبدأ يعني البقرة بدأت ألف بالفتح، ألف في سور بتبدأ بالفتح، أما أول حاجة في القرآن الكريم مفتاح القرآن بدأ ببي لكي تدخل على الله بانكسار. إذن هنا رمز، لأن أنت بتقول بي بسم الله، وقالوا عنها باء الاستعانة يعني بستعين باسم الله، بي بسم الله. إذن بنسأل نفسنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن. أنا معاك، خلينا نسأل من جاوبش ماشي. ما انا بقول لماذا بدانا بالكسر؟ لماذا البسمله؟ أيوة. لماذا البسمله ايه؟ لماذا البسمله ايه؟ انا عايز اقول لك على النقطه اللي انت قلتها. لا انا كمان حتى في التدبر ببدا بالاستعاذة قبل البسمله كمان. تمام. لا ولكن انت اصلا هتلاقي ان الاستعاذة ليها علاقه بالصراط المستقيم بعد كده. تمام. نعم. نحن امرنا نعم هنتلاقي ان اصلا واذا موضوع الاستعاذة ده له علاقة بالصراط المستقيم. يبقى نبدا بالاستعاذه ثم البسمله، ولكن بنقول لماذا البسمله ايه؟ لماذا بدانا بالكسر؟ لماذا نقرا الفاتحه 34 مره؟ حلوه جدا الاسئله دي بقى كلها. ما بقول لحضرتك ده التمرين بتاع حضرتك اللي هتقدمه لنا المره الجايه وهنتناقش. نعم. تمام. وزي ما احنا قلنا، احنا انا بقى هقول انا مش هدفي، احنا الهدف ده بيتعلق بسورة الفاتحة، فانا ما بقولش يعني سؤالي الهدفي مش قراءة القرآن، هدفي من قراءة سورة الفاتحة في البداية. تمام. ده اللي هو هدف مرحلي، انا هبدأ بكده. بعد كده طبعا في هدف اصلا، يعني انا لو قلت مثلا هدف الاهتداء الى الصراط المستقيم انا كده دخلت القرآن الكريم كله اصلا والسنة النبوية، بس انا بتكلم في خلينا هدفي من قراءة السورة. والله انت لو قلت هدفك من قراءة السورة غالبا ده بينطبق على باقي السور، لان انا هجد الاجابات دي في باقي. تمام. انا بس هنتقل لحد تاني عشان وقت المحاضرة. تمام. انا هنتظر الاسئلة دي كلها مكتوبة وهنتناقش فيها وكل مرة من خلال التمرين هتلاقيك ان انت بتجاوب على الاسئلة دي. في اخر الدورة ان شاء الله هنتفق على النقاط دي. فالاستاذ صفاء تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا يعني على أساس ما أكررش الأسئلة التانية، هي بستوقف عن إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين، هل أنا بسأل نفسي هل الاستعانة بالإنسان يعتبر شرك، أم هناك في لابد من معرفة الأسباب التشريعات الكونية والتشريعات لا إله إلا الله، الأسباب الشرعية والأسباب الكونية لابد إن إحنا نعرفها علشان نفصل ما بين الشرك وما بين الاستعانة بالأسباب، أم يعني أنا ده سؤال بيحيرني. إياك نستعين، هنا هون هل ده يحتاج إننا نعرف الأسباب الكونية علشان نستعين بيها، ولا نعرف الأسباب الشرعية فقط؟ تمام. ممتاز كده. وهل هناك لابد ان احنا نعمل ربط ما بين التدبر في القرآن بالأحاديث القدسية لأنها بتوضح بعضها؟ جميل جدا. بس احنا دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا في خلال المرحله الاولانيه دي احنا هنبحث في القران، لان انا عايز زي ما احنا قلنا ان احنا نتعايش مع القران اكتر. يعني كلنا بنقرا القران وكلنا بنقرا كتب التفسير وطبعا وكتب السيره، بس انا الفكره ان احنا بنتعايش مع الايات وقت الف. فاحنا فكرتنا في التدبر ان احنا عايزين نتعايش مع الايات وقت اطول. ما يعني انا ايه بكررها. تمام. إيه اما بدي تمرين مثلا، لا انا هبحث هنا، يعني اما اقول هبحث في الصراط المستقيم انا هبحث في ايات القران فقط. يعني حتى التمرين ده مش هنفتح فيه كتب التفسير.
استخراج مثلا الصراط المستقيم ومشتقاتها ولو جزأناها في خلال القرآن كله. أنا عايز التمرين الاستخراج فقط، ما بحثناش لسه عن حاجة. طالما اتفقنا إن احنا فاهمين المعنى الإجمالي، خلاص احنا بنبدأ نفكر في الآية. طب الآية دي لو واضحة بالنسبة لي أنا أعمل إيه؟ طبعا في ناس كل واحد دي مستواه، يعني ده النقطة دي قلناها. في واحد أصلا هو متمكن في اللغة، في واحد لا هو متمكن أصلا من كتب التفسير وقرأ أكثر من تفسير وكده. بس أنا بتكلم على الشريحة اللي هو الإيه، اللي هو معظم الناس. طبعا كل واحد بيستفيد بطريقته، ولكن في التمارين بتاعتنا لا، أنا دلوقتي بتعامل خصوصا في المرحلة الأولانية دي، أنا بتعامل مع القرآن الكريم مباشرة طالما المعنى مفهوم. تمام، إحنا اتفقنا إن إحنا التدبر، إحنا ما بنتدبرش في الأحكام، إحنا بنتدبر في الموضوعات اللي لها علاقة بالقلب وتكون واضحة. تمام، وبنسقطها على نفسنا، يعني اللي إحنا الآيات دي إحنا بنسقطها على نفسنا، مش بنسقطها على غير. ده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نعمله في المرحلة دي. حضرتك ممكن ان انت بتقرأي في التفسير زي ما انت عايزة، بتقرأي في احاديث، بتقرأي حتى في كتب شرحت الموضوع ده، ولكن في التمرين احنا بنركز على نقطة معينة. نلتزم بالبرزنتيشن لسه لحضرتك. عايش مع الآيات، يعني زي ما احنا قلنا، احنا اخترنا سورة الفاتحة ليه؟ محفوظة، يعني انا ممكن ان انا يعني اذا كنا بنكررها في الصلاة 17 مرة، لو ضفنا ليهم القيام هنوصل مثلا في حدود 28 30 في حدد يعني كده. لا احنا هتلاقينا احنا عشان الصورة احنا عارفينها، احنا ممكن واحنا نايمين اساسا بنستخرج اسئلة. فعايز اكسر اللي هو الاعتياد العادي، دي الصورة اللي انا عارفها، انا بكتشف فيها اسئلة اول مرة يعني اخد بالي منها. فنعرف اهمية موضوع السؤال، ونعرف ان ازاي نقطع العاده اللي احنا، او الرتاب اللي احنا، نعم الروتين اللي احنا كنا بنعيشه، فنخرج بجديد. دي الفكره اصلا من الدوره دي، بنحاول نساعد الناس فيها. طبعا احنا ما بنمنعش الناس انها تقرا حاجات تانية، بس احنا بنتكلم يعني ايه، خلينا في الوقت الزياده، يعني ادي الوقت التمرين بتاعنا والدوره بتاعتنا الوقت ده، بعد كده توسع زي ما انت عايز. في ناس مثلا بتقرا في البلاغه، في ناس بتقرا في اساليب القران، في ناس متمرسة يعني. تمام، وضحت؟ تمام. هو يعني لماذا أسئلة ليه احنا بنكررها في الصلاة اكتر من مرة، وان لا يصح بها الصلاة، لان مع يعني معنى الصلاة هو الدعاء، في دعاء وفي الصلاة اللي هي الواجبة، فده وربنا بيعلمنا فيها ازاي ندعيه، ازاي لابد ان احنا نثني على الله سبحانه وتعالى اولا، حتى يعني نقدم الى يعني نستجلب رحمات الله، ثم نطلب ثم نطلب الدعاء اللي هو الهدايه والصراط المستقيم، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيهدينا بالاستفتاح بالدعاء، ان احنا نثني بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى حتى في معاملاتنا ازاي، ان احنا ما يبقاش الانسان لابد ان احنا ايه نستجلب إيه يعني، او نسترضي الطرف اللي بتطلب منه، فربنا سبحانه وتعالى بيدينا إيه ازاي نتعامل مع بعض، وازاي نتعامل اولا معاه. جزاك الله خيرا، جزانا واياكم شكرا. شكرا. انا بس برضو عايز اراجع معاكم النقطة دي، يعني احنا بنذكر نفسنا عشان نحاول ننتفع من القرآن. فأنا أنا عايزين بقى المرة دي وإحنا بنبحث عن الصراط المستقيم، أنا عايز هنستحضر القلب شوية. يعني كده إحنا كنا بدأنا، أما بدأنا نتوقف عند الأسئلة بدأنا ندي للآيات وقت أطول. هنطور ده بقى، لأ أنا عايز خلي الآية تنزل على قلبك، يعني حاول تستشعر الآية على قلبك ونشوف الإحسان ده. طبعا احنا قلنا اتفقنا ان احنا مش بنتدبر غير لما بنفهم المعنى الاجمالي للايه، يعني انا الايه عندي واضحه، فببدا ان انا اشوف بقى ان انا هعمل معاها ايه. برضو بنقرا بترتيل وصوت مسموع، بنكثر من التلاوه، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يهدينا. فدي نقطه مهمه طبعا، ندعو الله سبحانه ان هو يهدينا ويهدي ولادنا ويرحم ابائنا وامهاتنا
ويعني يبقى في فرج على هذه الأمة. فعايزين هنضيف في التمرين إنك تجتهد في التعامل مع القرآن وكأنه أنزل عليك، يعني استشعر إن الله سبحانه وتعالى يكلمك. يعني هو الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله بيقول لك نحن بنتعامل، يعني لا نتعامل مع القرآن الكريم وكأنه وحي أنزل إلينا. هو بيقول لك إن الوحي فيه وحي انقطع ووحي مستمر. الوحي المستمر هو الكتاب المكتوب القرآن، فإحنا لا نقرأ القرآن كأنه وحي، إحنا بنقرأ كلام. يعني اقرأ القرآن إنه كلام الله أنزله عليه، هو فعلا الله سبحانه وتعالى أنزله يعني على قلب نبي ليعلمنا هذا القرآن، ونحن ورث نبي في هذا الأمر. فدي نقطة هنضيفها في التمرين. موضوع الأسئلة، الهدف إحنا المفترض كاتبينه، هنركز الهدف ده يكون في موضوع الصورة، وممكن إن إحنا خلينا نتفق كده نوحد هدف عام عشان يبقى إحنا اللي هو الاهتداء إلى الصراط المستقيم، تمام؟ لأن إحنا التمرين اللي إحنا هنبحث فيه هو هنبحث عن الصراط المستقيم في القرآن. ابحثوا عن طريق التطبيق من تطبيقات الموبايل، تطبيق من تطبيقات الحاسب، ملفات، في بعض الملفات الوورد مراجعة وفيها القرآن الكريم، فبنبحث عن الكلمة أو مشتقاتها. يعني ممكن نبحث عن الصراط المستقيم على بعضها، ممكن صراطي مثلا، الصراط اللي هو اللي ليه علاقة بالموضوع، تمام؟ ونجمعه وفضلا نكتب الآية كاملة ورقم الآية وهي موجودة في سورة إيه، تمام يا جماعة؟ ده والأسئلة، الناس اللي بعتت الأسئلة المرة اللي فاتت شوف هل تقدر تضيف ليها ولا لأ، تمام؟ ونستحضر بس في موضوع الأسئلة، يعني اجتهد إن الآية أنزلت عليك، تمام؟ التمارين مهمة يا جماعة عشان إحنا ده تدريب. يعني الفكرة مش موضوع الشهادات أو الاختبار، احنا بنتعامل مع القرآن يعني. وصدقوني مع التمرين هتشوف إن في حاجات كتيرة جدا بتفوتنا احنا، يعني كلما قطعنا مرحلة هتلاقينا أسناجدنا في أثناء القراءة أكثر فرحا وأكثر ربطا بهذا الأمر. فجزاكم الله خير. شوف في أسئلة. طب هو في سؤال، يعني هل ملزمة بحفظ القرآن كمان وعليا ذنب لو مش حفظت؟ بس هو أنا مش بجيب على الأسئلة دي، احنا خلينا نشوف هو انت يعني ما يعني احنا ملزمين بالعمل بالقرآن الكريم. حفظه ده بقى، يعني في ناس بتقول ان الحفظ مش حفظ ألفاظ، يعني لو ان احنا بقى بنتكلم، في بعض الناس قالت ان حفظ القرآن ليس حفظه لفظا فقط، حفظه اللي هو العمل به. فهل بقى ده بيأتي بعد ما يعني بيتحفظ لفظا وعملا في نفس الوقت وبراجع نفسي بيه ولا كذا؟ فاحنا بنجتهد في هذا الأمر. فالنقطة التانية إن أنا عندي، خلينا هنشوف إن التكرار بتاع الآية وسؤالها وكده هيجعلنا مع الوقت بنحفظ، تمام؟ بس بنحفظه بالطريقتين لفظا وعملا، تمام؟ يعني هو انا شايف ان هو حفظه هو العمل به، حفظتيه لفظا وعملا ده رائع جدا. الصحابة كانوا يعني لا يتجاوزوا الآية قبل ان يعملوا بها. جزاكم الله خيرا. فاحنا خلينا شعارنا في الدورة دي ان احنا حفظ القرآن هو العمل به. طبعا اللي حفظه لفظا يحاول يجمع بينها، ده جميل جدا. طبعا الحافظ المفترض ان هو عنده الايات مستحضره والصوره كامله موجوده، فده في البحث المفترض ان هيبقى بالنسبه له يعني ميزه او added value زي ما بيقول، تمام؟ ف خلاص يا جماعه عرفنا التمرين. في حد معرفش ايه هو التمرين؟ اللي مش واضح ليه التمرين يكتب، وفضلا المرة الجاية التمرين الناس كلها تكون عاملاه.
يعني ابتغوا وجه الله سبحانه وتعالى بان احنا بنحاول ان احنا نتعلم مع بعض، وانا زيكم، عشان يعني نستطيع العمل بهذا القرآن الكريم. باشمهندس احمد، لو في عند حضرتك تعليق ونشوف لينك الحضور، وياريت نشوف طريقة نحفز بيها الناس انها تعمل التمارين. طيب، الواجب تجميع الآيات الموجودة في القرآن التي بها كلمة الصراط المستقيم أو مشتقاتها، يعني أو مثلا الصراط لوحدها أو مستقيم لوحدها، ده أول تمرين. التمرين الإضافي اللي هو إحنا قلنا إن إحنا محددين الهدف من قراءة سورة الفاتحة وإثارة الأسئلة حوالين، زي الباشمهندس ما هو مثلا كتب كده الهدف، هدفه إيه مثلا، وبدأ يبدأ الأسئلة. إحنا الأسئلة ممكن نبدأ من أول الاستعاذة. تمام، هل واضح السؤال؟ مين بقى مش ناوي يعني ما يسلمش التاسك اللي جاي؟ هو المحاضرتين اللي فاتوا احنا ما يعني الموضوع بسيط جدا، احنا ما اتكلمناش عن حاجة، اتكلمنا عن التدبر، وقلنا التدبر بيأتي بعد الفهم، اللي هو الفهم اللي هو فهم المعنى الإجمالي، فببدأ أفكر. فقلنا إزاي إن إحنا نحرك الموضوع ده؟ عن طريق إثارة أسئلة. قلنا الأسئلة دي مش هنجاوب لها، مش هنبحث عن إجابات. الأسئلة دي بنسألها إزاي؟ إن أنا بقرأ السورة أكتر من مرة، وكل مرة بحاول أفكر في أسئلة. طب قبل ما أعمل موضوع الأسئلة ده بحدد هدفي. فقلنا الهدف هنخليه بدل ما هنجعله القرآن الكريم كله، خليه هدفي يبقى من خلال سورة الفاتحة. وشبه إن إحنا اتفقنا من خلال الناس كتبته إن هدفي هو الاهتداء للصراط المستقيم، إن هدف أصلا القرآن اللي هو الهدى، القرآن هو من أسمائه الهدى، فالهدف اتباع هذا الهدى. تمام، إن أنا أهتدي بهذا القرآن الكريم، ده هدف أي مخلص، إن أنا أهتدي بهذا. الله سبحانه وتعالى هو أنزله ذلك. فخلينا نوحد بقى الهدف المرة دي، إن هدفنا هو الاهتداء للصراط المستقيم. تمام، فبالتالي أنا هبدأ الأسئلة اللي هسيرها حوالين الصورة يبقى حوالين هذا الهدف، بداية من الاستعاذة، وداخل معانا بسم الله الرحمن الرحيم لغاية آخر الصورة. مش هنجاوب على الأسئلة. تمام، أنت مش هتلاقي في المحاضرات أكتر من كده غير اللي هو نقاشات زي ما إحنا عملنا النهاردة كده. إن ده زي ما احنا قلنا دي مش محاضرات، ده دورة تدريبية بقى فيها تفاعل بين المدرب والمتدرب، وأنا بتعلم منكم زي ما بتتعلموا مننا، كلنا بنتعلم من القرآن الكريم. أنت ستفاجأ إنك عندما تقرأ الآيات وكأنك أول مرة تقرأها.